إلا كيف بدي اسمن؟ بص، لما نيجي نتكلم عن علاج النحافة بشكل عام، لازم نبقى عارفين ان النحافة ديت لها اسباب مرضية. قد يكون هناك اسباب مرضية. علشان نقول ان انا ما عنديش هذه الاسباب المرضية، يجب ان احنا في البداية نعمل بعض التحاليل علشان نتأكد ان احنا ما عندناش اي مشكلة مرضية هي اللي مسببة لنا النحافة. طب ايه هي الاسباب المرضية الاساسية او الاسباب المرضية اللي موجودة الاكثر شيوعا؟ مشكلة الغدة الدرقية من ضمن المشاكل الأكثر شيوعا اللي بتقابل الناس اللي عندها نحافة. طب مشكلة الغدة الدرقية دي هنا معروف، هنا في الرقبة، هنا في الغدة الدرقية بتبقى موجودة على هيئة فراشة. هذه الغدة الدرقية بتفرز هرمون اسمه هرمون الثيروكسين. اما الشخص بيكون عنده افراز زايد في افراز هرمون الثيروكسين، بتبقى دفعة قوية جدا ان الشخص ده يحرق بشكل كبير جدا. فتقول له: يا دكتور، انا باكل اكل كتير جدا وبشرب كتير جدا وبعمل كل حاجه وبلتزم بكل التعليمات، بس برضه ما بزيدش في الوزن ومشيت على كل الانظمه وخدت ادويه كتير جدا بس برضه ما بزيدش في الوزن، ايه السبب؟ يبقى السبب بتاعنا قد يكون هناك مشاكل في الغده الدرقيه. فلابد ان نعمل نحن في البدايه نعمل تحليله الغده الدرقيه علشان نتاكد ان احنا ما عندناش مشكله الغده.